صباح الخير وميت أهلا وسهلا بالأصحاب. اعذروني تأخرت عليكم اليوم شوي، بس كان عندي شغلة اضطرارية الصبح. طيب، اليوم بدنا نكمل إن شاء الله موضوع علم الحب والوجود لإريك فروم. عم بقرأ كنت بهذا الأسبوع، لازلت يعني لسه ما خلصت الكتاب، لواحد اسمه مورتون ووكر، اسمه Why We Sleep. الزلمة هذا قعد حوالي 20 سنة تقريبا شغله كلياته بس تخيلوا على النوم، يعني بس عم بدرس النوم وشو تأثير النوم على البني آدم، ولما الواحد ما يكون نايم كويس شو اللي بيصير معاه بالضبط. فتخيلوا هذا يعني تلت حياتنا تقريبا المفروض منقضي نايمين حتى نقدر انه نشتغل بشكل صحيح. فالمهم بالكتاب تاعه بفرجي كتير شغلات، وطبعا في كتير امور وريفرنسز تانية كمان يعني بتكمل على الموضوع. عم بحكي شغلة هلا بفرجينا، طبعا بتعرفوا الهرمون، اهم هرمون مسؤول على عملية النوم اللي هو هرمون الميلاتونين، وحكينا كتير بتتذكروا على بيل دونيو في له محاضرة بيحكي فيها كمان على الميلاتونين وايش اللي بيسويه روحانيا بالبني ادم. طبعا هذا الكتاب Why We Sleep الشغل تاعه شغل يعني ابحاث علمية، كمثال مثلا يعني كانوا يجيبوا كتير ناس يجربوا يخلوهم يضلوا صاحيين، وخلال هاي الفترة يشوفوا ايش التأثير عليهم مثلا بالمجلسات الكهربائية، يشوفوا شو اللي عم بيصير بالدماغ، يشوفوا اي مرحلة مثلا شو عم بيصير بالمناعة تحت الجسم، شو اللي عم بيصير ب تخيلوا طبعا الهرمونات، تخيلوا الايجينج بروسيس كمان، يعني الميلاتونين تبع الجسم الهرمون هذا اذا افرازه ما كان بالشكل السليم، وافرازه ما بيتم الا بحالة النوم، إذا ما كان إفراز الميلاتونين بشكل سليم الواحد بيشيخ كتير بسرعة، يعني إنه الواحد ما بتكون عملية تجدد الخلايا بالجسم بشكلها الطبيعي. هلا الميلاتونين بتعرفوا مش تروح تجيبوا مثلا كبسولات وصير الواحد ياخده بمصدر خارجي، أكيد ما رح يكون مثل إفراز الدماغ لإله. فتخيلوا الميلاتونين اللي هي البينيال جلاند عندنا ما بتفرزه، فتخيلوا إذا ما كان الواحد نايم بغرفة معتمة 100% إنه ما فيها ولا ضوء، حتى تخيلوا الساعة إذا كان في ساعة في إلها ضوء خفيف، أو مثلا الواحد حاطت مثلا تلفزيون فيه بتعرفوا بكون لمبة حمراء صغيرة ضاوية دايما، فإذا ما كان في عتمة كاملة 100% الجسم الغدة الصنوبرية البينيال جلاند ما بتفرز الميلاتونين بشكل سليم على الأقل، وإذا ما تم إفرازها بشكل سليم الواحد جسمه ما بيعرف يجدد نفسه بشكل طبيعي. وبرضو الهرمونات التانية المتعلقة اللي هي بشكل خاص في عنا الكورتيزول والأدرينالين نوربينفرين والشغلات هاي، كل الهرمونات المسؤولة عن التوتر بتضل إفرازها بشكل عالي. هلا لما يكون إفرازها بشكل عالي طبعا هذا معناته إن الجسم ما عم بيجدد، معناته إن الجسم ما عم بيضله بحالة يعني بحالة شباب كويسة وكذا من هذا الكلام. فكتير بتفرجي الأبحاث هاي إنه قديش علاقة الميلاتونين بإفرازه السليم اللي هو ما بيتم إلا من خلال النوم الطبيعي، النوم السليم طبعا لفترة مناسبة. وكتير عم بفرجوا هلا انه لازم يعني في ناس بيقولوا 7 ساعات بتكفينا، في ناس بيقولوا 6 ساعات بتكفي، هلا بشكل طبيعي 8 ساعات طبعا، وفي ناس بيقولوا حتى اكتر شوي صغيرة حتى يقدر الجسم يوصل لحالة الاسترخاء اللي بتمكنه انه يعمل عملية التجديد بشكلها الطبيعي. والريم سليب والمراحل النوم اللي بتم من خلالها التجديد برضو كتير بتفرجي الأبحاث هاي إنه بتتم في خلال آخر ساعتين تقريبا من النوم، الساعة السابعة والثامنة. فإنه تخيلوا كيف يعني الواحد بكون نايم، إذا صحي بعد 6 ساعات ما بكون لسه وصل للمرحلة اللي هي من خلالها الجسم خلص خلينا نقول بختم عملية التجديد وبوصل لمرحلة الاسترخاء الكامل. وشوفوا لدرجة انه كمان عمل ابحاث انه بفرجي كيف عملوا تجربة على مجموعة انه يناموا 7 ساعات بس لفترة معينة، بعد فترة خلينا نقول حوالي 2 أسبوع كان كل واحد فيهم وكأنه يعني حالته النفسية وحالته الجسدية وكأنه صار له صاحي 24 ساعة متواصلة بدون ما ينام، هذا بس لانه نام 7 ساعات لمدة 2 أسبوع. فتخيلوا قديش الموضوع مهم. هلا الواحد يعني حكينا عن ريكفري، حكينا على ريكفري انه الواحد لما يكون في مثلا في عنده مرض معين، او لما يكون مثلا لعب رياضة بشكل كتير شديد وبحتاج انه الواحد يرتاح حتى ترجع العضلات تبني نفسها، ومن هذا الكلام اذا الواحد ما اعطى نفسه ساعات النوم المناسبة ما بتتم عملية الشفاء بالشكل السليم.
نفس الشيء الميلاتونين مثل ما حكينا نفس الشيء ارتباطها بالهرمونات اللي هي بتسبب التوتر بالجسم. هلا بتتذكروا هذا الكلام قديش شبيه باللي حكيناه في حالة لما الواحد يعمل تأمل يومي لمدة 20 دقيقة أو لما يعمل يوغا يوميا، اللي هي الأمور بتساعد على الاسترخاء وبتساعد إنه الواحد يدخل في حالة الألفا ستيت اللي هي يكون دائما ذبذبات الدماغ بطيئة. وجايكم إن شاء الله بمجموعة تجارب كتير حلوة على ذبذبات الدماغ، أفرجيكم بالضبط يعني إيش اللي بيصير خلال حالة التأمل بشكل يعني إنه فيجوال قدامكم. ف إذا الواحد كان إذا الواحد عمل اليوغا والتأمل والمديتيشن يعني هو المديتيشن 20 دقيقة ووصل حاله لحالة الاسترخاء يوميا مثل ما فرجينا في فيديوهات تانية، بيكون عم بنزل. تخيلوا إذا هال 20 دقيقة اللي بيعملها الواحد يوميا بتنزل هرمونات التوتر، بتنزل الكورتيزول، بتنزل الأدرينالين للنص، بتنزل الإنسولين حتى للنص. والإنسولين هلا بعد ما شفنا كتير من خلال تجاربنا مع السكر، يعني هلا طبعا هذا برأيي الشخصي، بس انه الانسولين اشي الجسم ما بده اياه، هو بس يفرز في حالات لما الجسم يكون في حالة خطر اللي هي لما يرتفع سكر الدم. فأي شيء بيرفع سكر الدم وبالتالي بيجبر الجسم انه يفرز الانسولين بحط الجسم في حالة خلل توازن. يعني مما يعني هذا الكلام انه يفترض او الافضل انه الواحد يكون دايما 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 في حالة ما بيتم افراز الانسولين فيها، مما يعني انه سكر الدم بكون خلاص متوازن ما بيطلع ولا بينزل، ماشي في مرحله يعني في مرحله متوازنه. مما يعني كمان انه الجسم بكون دائما في حاله كيتوسيس، انه صرفه للانرجي حرقه للطاقه بيكون من خلال حرقه للدهون المفيده اللي هو الواحد بياخدها من البذور بياخدها من الزيوت الطبيعيه والشغلات هاي. ف يعني هاي اهميه الهرمونات. موضوع السليبنج ديس اوردرز برضه موضوع كتير مهم، فان شاء الله هذا الكتاب تبع مورتون ووكر بلخص لكم اياه بشكل كامل ان شاء الله بس اخلصه، وما يعني ما بتصدقوا قديش فيه شغلات كتير رهيبه. كتاب تاني كمان من الكتب اللي لازم نلخصها اللي هو طبعا حكيت لكم عنه كتاب فاليري هانت انفينيت مايند. يا الله ما بتصدقوا قديش هذا الكتاب رهيب. بدي اقرا لكم شغله صغيره منه. بتعرف حكينا كتير على كارولاين ميس وكتير في ناس عم بطلبوا انه نحكي زيادة عليها وعلى على الشغل تاعها، فان شاء الله رح نرجع انه نغطي اكتر من جانب من جوانب شغلها. هلا الكتاب هذا انفينيت مايند، شوفوا شو مكتوب صفحة 112 للي عنده الكتاب. بتقول فاليري هانت: Repressed emotions create huge gaps in the frequency spectrum. These are sometimes called chakra blocks. يعني شوفوا العواطف، تخيلوا قديش حكينا على فيلهلم رايخ والشغلات هاي، العواطف المكبوتة بتخربط كانت تخربط الذبذبات اللي كانت تشوفهم، الترددات اللي كانت تطلع من الجسم. يعني مجرد ما الواحد يكبت العاطفة، الترددات الطبيعية اللي كانت تشوفها على الأجهزة اللي هي خارجة من الجسم كان يصير في خلل واضح فيها. هلا هدول هي لأنه عندها الجانب الروحاني كمان موجود اللي هم بنسميهم تشاكرا بلوكس في المناطق التشاكرات اللي موجودة في الجسم، برضو حكينا عليه بالتفصيل بسلسلة فيديوهات. فالتشاكرا بلوكس هاي اللي هي مراكز الطاقة في الجسم بيصير خلص فورا ببين أنه بيصير في بلوكس فيهم، بيصير في حواجز موجودة فيهم وخلل توازن. Okay, so in these cases, the power of the electromagnetic vibrations is increased or decreased. يا أما بيصير في خلل، بيصير فرط بالذبذبات، أو بيصير في ضعف بالذبذبات. Particularly in body areas associated with emotional trauma. رجعنا هون شوفوا كيف هي عم تحكي على traumas قاعدة، اللي هي الخلل العاطفي اللي بيصير بسبب trauma أو صدمات عاطفية في مراحل الحياة دائما أو بشكل خاص دائما بتصير في المراحل المبكرة، وعادة بنلاقي حوالين سن 3-4 سنوات. So, this is the source of psychosomatic disorders. بصير في خلل جسدي كمان على الموضوع، إنه بصير في شغلة عاطفية، هاي شغلة عاطفية بتخربط التردد بمنطقة معينة بالجسد. الترددات هاي بتكون عادة مربوطة بتشاكرا معينة، وبسبب هذا الكلام بتخربطوا الأعضاء المرتبطة بهاي المنطقة. طبعا عصبيا بتعرفوا حسب العمود الفقري كل منطقة مرتبطة بأعضاء جسدية معينة، وهاي الأعضاء الجسدية بتتأثر فورا مجرد ما يصير في خلل بالطاقة بسبب خلل العاطفة بسبب الصدمات مثل ما حكينا. شوفوا كيف الأمور كلها مربوطة. طيب so if the emotion is abandoned and not just repressed there is inactivity in some chakras. يعني هلا إذا صار في عندنا صدمة عاطفية
وصار في عندنا كبت بسبب هاي الصدمة العاطفية لأنها كتير قوية، مثل ما قلنا بيصير في فرط إنتاج بشاكرة معينة أو ضعف إنتاج بالشاكرة معينة، وبسبب هاي الشغلة ما بيصير في خلل بالعضو. ولكن إذا إحنا وصلنا لمرحلة إنه أهملنا هاي العاطفة بشكل كامل، مش إنه بس كبتناها خلص وكأنه تناسيناها بطلت حاضرة لإلنا، الشاكرا هاي بتصير خلص مش أكتف، بتبطل تشتغل، وبالتالي طبعا بيصير في خلل بالأعضاء المحيطة فيها، بيصير في خلل بالعضلات المحيطة فيها، ومثل ما حكينا كتير كمان الذاكرة بتتخزن بالخلايا تاعتنا. في كتاب كمان برضو لازم نيجي عليه اللي هو كتاب بروس ليبتون The Biology of Belief، هذا برضو لازم نلخصه، اللي هو فرجي كمان إيش علاقتها بالجينات وكيف بتصير هاي العواطف المكبوتة اللي موجودة عندنا بتصير تتحكم بالجينات، يا ما تشغلها أو تطفيها. فشوفوا هون شو بتحكي فاليري هانت، بتقول I saw a dramatic example of repressed field emotions in a young woman who presented a long history of major neurological disturbances and gastrointestinal surgeries. She had worked patiently and unsuccessfully using many therapies and medical treatments. يعني شافت في عندها كتير، حاولت تتعالج مشاكلها بشكل طبي من كل الجوانب بس إنه ما زبط معها. I found that she imaged so freely that she rapidly uncovered many childhood sexual experiences. كان في عندها كبت جنسي كتير قوي أو مشاكل جنسية، جذرها شافت إنه له علاقة أو جاي من الطفولة. Some of which she had known with adults and other children. Generally, she freely participated in or instigated these. The frequency and usual character of her experiences differed from those of sexually molested children I had worked with previously. Hers seemed to be in a more mystical vein. يعني كان في عندها مشاكل جنسية معينة بس كانت شافت إنها بتختلف عن المشاكل الجنسية اللي بتيجي بشكل يعني بشكل عام من المرضى التانيين اللي كان يجي عليها. هلا ما رح أكمل هلا بالتفصيل لأنه بصراحة تفاصيلها طويلة، بس شافت لأنه كانت فاليري هانت كانت تعمل كتير خلينا نقول deep regressive meditations اللي هي ترجع فيها للماضي، وفي بعض الأحيان كانت ترجع حتى لحيوات سابقة. فبهاي الحالة بشكل خاص شافت إنه كيف رجعت لحيوات سابقة، ومن خلالها شافت كيف كان في طقوس معينة كانت تدخل فيهم هاي المرة، ويعني إنه بسببها كان المشاكل الجسدية اللي موجودة اللي هي شافت إنه أساسها مشاكل جنسية ما كانت طبيعية، اللي هي من خلال كبت أو من خلال صدمات نفسية حصلت في هاي الحياة وكأنها إجت من ذاكرة من حياة تانية. المهم موضوع طويل وموضوع كتير حلو يعني بنحكي فيه بعدين إن شاء الله بالتفصيل. طيب خلينا ندخل في موضوع الكتاب The Art of Living The Art of Being لإريك فروم. حكينا المرة الماضية أو قبل الماضية على كتاب The Art of Being، وحكينا كيف بركز فيه إريك فروم بكتير على شغلات اللي هي هلأ أنا الناس أو الشيء اللي بعمله، هلأ أنا أي شيء بعمله بحياتي، هل أنا قاعد عم بعمله لأنه عم بستنى شيء معين، لأنه مثلا بدي أمتلك شيء معين، ولا عم بعمل الشيء اللي عم بعمله لأنه I am being، يعني أنا خلص وجودي بهاي اللحظة وعم بعمل هذا الاشي لانه being، يعني تعرف كيف انه وجود، خلص انا عايش اللحظة كل لحظة بلحظة بغض النظر لو كنت اخر بني ادم على وجه الارض لازلت رح اعمل هاي الشغلة لانه خلص هذا انا، هذا الاشي اللي بدي اسويه، انا عارف نفسي انه هذا مكاني وهذا زماني وهذا الشيء اللي اجيت هلا بهذا المكان حتى اعمله. بعكس طبعا الناس اللي بيعملوا الشيء حتى يوصل لنتيجه معينه، طبعا زي ما بنقول باللغه العاميه ما بكون طالع بنفس، او بكون عم بعمل الشغله لانه في ايدي مثلا هدف معين، بس مجرد ما اوصل لهذا الهدف او مجرد مثلا ما حاجتي تنقضى ببطل اعمل هذا الشيء. يعني واحد بكون في عنده مثلا حافز معين، هاي الكلمه المهمه، بكون في عندي حافز معين وبس هذا الحافز يتغطى ببطل بدي أعمل هذا الإشي. يعني مثلا خلينا نقول واحد بده يوصل، ممكن يكون واحد حافزه مادي، ممكن يكون واحد حافزه مثلا شهرة، ممكن يكون واحد حافزه مثلا إرضاء الأهل، واحد يعني كتير في حوافز موجودة بكون واحد عم بيعمل الشغلة بتلاقوا مثلا واحد بده يوصل لهدف معين بحياته.
وكتير من الناس هاي من العقد النفسية الرئيسية بكون حافزه مثلا خلينا نقول واحد إرضاء الأب، أو حافزه إرضاء مثلا شخص معين بحياته، أو حافزه إنه يكون مثل مثلا شخص مشهور معين. ومجرد يعني تخيلوا واحد لو كان حافزه إرضاء الأب، مجرد يعني بلاش حتى لو ما وصل للشيء اللي بده يوصله، إذا في لحظة معينة حس إنه الأب صار راضي عنه وخلص إنه مرتاح، إنه يعني فخور فيه، مجرد ما يحس بهذا الكلام حافزه للعمل اللي بيكون بيعمله بيختفي فورا، لأنه هذا كان الدافع تاعه. مثلا واحد خلينا نقول حافزه إنه بده يكون مثل شخص مثلا مشهور، مثل أعلى لإله. فتخيلوا مثلا هذا المثل الأعلى إذا في يوم من الأيام طلع إعلاميا طلعت شغلات سيئة عنه وصورته تشوهت، بطلت صورته مثل ما كانت، الشخص اللي كان حافزه إنه يكون مثل هذا المثل الأعلى فورا بيختفي الحافز، وكل الشغلات اللي كان عم بيحاول يعملها وبده ينجزها بحياته بتختفي بنفس اللحظة، لأنه حافزه هو زي ما حكينا إرضاء شخص تاني، مش حافزه إنه أنا بعمل هذا الإشي لأنه ما عندي خيار، لأنه أنا أصلا إجيت على هاي الدنيا حتى أعمل هاي الشغلة. والإنسان عارف حاله إنه أنا إجيت أعمل هذا الإشي، ولو كنت آخر إنسان على وجه الأرض رح أعمل هذا الإشي، لأنه هذا أنا، هذا يعني خلص ما عندي خيار تاني. فبكتاب The Art of Being بيركز كثير إريك فروم اللي هو مثل ما حكينا واحد من أهم علماء النفس في العصر الحديث على هاي الشغلة. طيب هلا بكتاب The Art of Loving بيحكي حاول يحلل فيه إيش أنواع الحب الموجودة، ومن خلال تحليله لهاي الشغلة إنه يعني بده يوصل إيش هو مفهوم الحب بشكله الحقيقي. ودائما بحكي لكم أنا بقول لكم إنه رح نرجع من هاي النقطة لرايخ حتى نشوف إنه كيف يعني رجعنا لنفس النقطة، إنه يعني قد ما بحكي على رايخ ما بقدر أكفي بصراحة. وحكينا كمان على ليستر ليفنسون في الكتاب اسمه Happiness is Free، برضو هذا حنيجي ونلخصه. فبيحكي فيه ليستر ليفنسون كيف فرجة إنه Happiness is Free. طب لحظة شوي، إنه أنا كيف ممكن أكون مبسوط 24 ساعة؟ ويحلل لحد ما وصل قال لحظة شوي، أنا بكون دائما مبسوط 100% طول الوقت، إنه بدون أي hindrance، يعني خلاص إنه مبسوط على الأخير لما أكون جنب حبيبتي، ولما نكون قاعدين ونايمين انه هيك على الحشيش ومبسوطين مع بعض وكذا، وهذا بكون في قمة السعادة وفي قمة الحب. فصار يقول لحظة شوي، اذا انا وصلت لمرحلة قدرت اكون في هذه الحالة من الحب مع كل الناس مع كل اشي 24 ساعة، بكون انا وصلت للحب الحقيقي اللي هو خلاص للسعادة الحقيقية اللي هي ما بتنتهي. وكلامه طبعا انه صحيح 100%. فبحكي بكتابه بهاي الشغلة، و لأنه النقطة أنه كيف ممكن نوصل لهذه المرحلة اللي هي نكون في السعادة الحقيقية 24 ساعة، اللي هي نكون في حالة الحب الحقيقية 24 ساعة، اللي هي شاملة نفسنا وشاملة كل إشي بدون أي فواصل. هلا إريك فروم بكتابه بيحكي على موضوع، شوفوا الموضوع الحب بيرجع لآدم وإيف يعني، وفي قصص كتير خرافية على هاي الشغلة، وكتير منها بصراحة بقدرش أحكيها حتى لأنه في كتير ناس ممكن يتحسسوا من الموضوع، اللي هي قصة آدم وإيف، آدم وحواء، إنه كيف صار عملية الفصل بين آدم وحواء، وعملية الفصل هاي اللي هي من خلالها إحنا مندور من طول حياتنا على الحب الكامل، الحب الحقيقي اللي هو إعادة الوصل، اللي هي إعادة الوصل بين الذكر والأنثى، عملية التوحيد اللي هي من خلالها برجع الواحد خلاص لعملية ممكن نسميها استنارة، اللي هي بطل في عنده حاجة خارجية، صار في عنده التوحيد الكامل موجود فيه، وما عاد عم بدور على الطرف الثاني. في قصص مثل ما حكيت لكم بقدرش أذكرها لأنها كتير حساسة عند كتير من الناس، يعني طبعا هي قصص بنعتبرها نظرية، ما بنقول عنها إنه ما بنقول إنه هي هيك، بس إنه حلو الواحد يدرسها، بس حتى ذكرها كمان شوي حساس، اللي هي بشكل خاص أسس الحضارات السومرية والفرعونية، والسومرية بشكل خاص اللي هي بتحكي على الكرييشن اوف مان من وجهة نظرهم، اللي هي تكوين الإنسان، اللي هي الأنوناكي ستوريز وكيف تكون الإنسان وتمت عملية الفصل وهيك، يعني بديش أدخل بتفاصيل أكثر من هيك. حتى أفلاطون بليتو حكى إنه كيف البني آدم أول ما تم عمله كيف ما كان لا ذكر ولا أنثى، وأفلاطون حكى إنه كيف كان في عنده أربع إيدين وأربع رجلين، بعدين تمت عملية الفصل لذكر وأنثى. وبالضبط يعني في تفاصيل لها بركي بنحكيها بعدين. anyway إريك فروم The Art of Loving الكتاب تاعه كتير حلو، كتير بنصحكم إنكم تقرأوه بصراحة. ببلش فيه
أول نوع بفصل نوع أنواع الحب لعدة أنواع. الحب الأم the love of the mother، حب الأب اللي هو love of father، حب النفس love of love to for oneself، erotic love اللي هو الحب الجنسي، وbrotherly love اللي هو الحب الأخوي. فهو بفصل أنواع الحب لمجموعة يعني فصل الحب لمجموعة أنواع. هو طبعا بحقيقته هو نوع واحد ما فيه تفصيل، بس هو إريك فروم فصله بالطريقة هاي. بس شوفوا شو اللي حكى. هلا love of of the mother يعني حب الأم. هلا الحب تبع الأم، بتتذكروا يمكن حكيت لكم مرة قصة كتير بحبها اللي هي صارت معاي. واحدة من البسس اللي كانت موجودة عندي خلفت ولدت، وملاحظتي للطريقة اللي تعاملت فيها مع أطفالها أول ما خلفتهم كانت عن جد من الشغلات اللي فتحت عيني على كتير أمور نفسية. فالنقطة المرتبطة في الموضوع هون إنه كيف لما خلفت هدول، لما جابت الأطفال أول ما جابتهم يعني كانت تدير بالها عليهم بشكل يعني بتعرفوا إذا حدا بيقرب عليهم بتموتوا، يعني ما بتخلي ولا حدا يقرب على أولادها، بتحميهم بحياتها يعني بكل إشي. هلا لاحظت إنه كيف بعد فترة معينة مجرد ما بلشوا يمشوا ويتحركوا تركتهم، وصارت هي تضربهم وتبعدهم عنها إنه خلص روحوا اعتمدوا على حالكم، يعني ما إلي علاقة فيكم. فانتبهت هنا كيف الحب تبع الأم اللي موجود بالطريقة هاي هو الغريزة مش الحب. في فرق كبير كتير بين الغريزة اللي موجودة عند الكائنات اللي هي بتدفع الأم إنه لما تصير حوالين مرحلة الولادة وبعد الولادة بفترة معينة بتصير خلص بتحمي الأطفال بحياتها، ولكن هذا عملية الحماية هاي هي غريزة يعني موجودة في الكائن مش حب. الحب مختلف عن الموضوع. ولهالسبب مثل ما شفنا عند البسة هاي انه بعد ما وصلوا لمرحلة معينة ضربتهم انه ابعدوا عني، خلص انتهى دور الغريزة في هاي المرحلة. هلا الانسان المشكلة انه بنخلط بين الغريزة وبين الحب، وخصوصا لانه الحب اللي بيكون موجود عند الامهات كتير من الحالات بيكون هو حب عاطفة ناتجة عن خلل عاطفي، مش ناتجة عن الحب اللي هو زي ما حكينا الحب المطلق اللي هو جاي عن الوجود خلص اللي هو التوحيد الكامل. هلا اذا كان جاي عن التوحيد الكامل الام بكون عندها مقدرة انها تحب اطفالها 100%، بس بنفس الوقت تعطيهم حريتهم وما تتحكم فيهم، ما بكون في عندها الخوف الزايد. بتعرف الاطفال بعد ما يصيروا يكبروا ويصير عمرهم 40 و50 بتضل الام لسه عندها الحب الزايد هذا، او مش الحب اللي هو الخلل العاطفي اللي هي بدها تتحكم بطفلها، بدها تمتلك طفلها. يعني كل شيء من هاي الناحية، يعني حب الام في له جانب ايجابي او خلينا نقول الشادو الظل، مثل ما حكينا لما ذكرنا موضوع الاركيتايبس او الرموز السماوية. فبكون في عندها الجانب الشادو اللي هو جانب الظل للموضوع، الجانب السلبي، او بكون في الجانب الايجابي. هلا اذا كان حب الام نابع من الجانب الايجابي اللي هو اصلا بكون نابع من الجانب المطلق، ساعتها شو بيصير؟ بتكون انه بتحب اطفالها 100%، وطبعا ما في تفرقة. ولما يوصلوا لسن الاعتماد على النفس، لما تطلع الام من دائرة الغريزة بتكون بتحبهم وبتحبهم بشكل مطلق، وبنفس الوقت بتحب كل أطفال العالم، بتحب كل حدا، ما بكون في فرق بين حدا وحدا، وبتقدر تترك لهم الحرية إنهم يعتمدوا على نفسهم، ما بتتحكم فيهم، ما بتحاول إنها تمتلكهم. وبنفس الوقت إذا خرجوا عن دائرة سيطرتها ما بتغضب منهم. يعني شوفوا كيف، هلا بكون الطفل بتحب الأم طول ما هو برد عليها وموجود عندها ويعني داخل بسيطرتها، بس يصير إنه بده يوصل لمرحلة إنه بده يعتمد على نفسه، بالخلل النفسي اللي بيكون موجود عند الام بخليها انه بسبب الخوف اللي بيصير عندها انه بتزعل منه، وبتصير لا انه بتحاول ترجعه في دائره سيطرتها باي شكل من الاشكال. هون في قصه كتير حلوه بتقدروا تشوفوها، بتعرف في شاعره افريكان امريكان اسمها مايا انجلو، في فيديو لها بتحكي فيه عن امها. يا الله يا الله يا الله شو حلو هذا الفيديو. فبعد ما توفت امها يعني عملت فيديو صغير بتحكي فيه عن علاقتها مع امها كيف كانت. هلا هاي الإنسانة يعني من أهم الشعراء برضو في العصر الحديث، كانت عايشة في بيت يعني كانوا حالتهم المادية ممتازة ومقتدرين وأمورهم ممتازة وكذا وهيك. في مرحلة معينة كانت لسه صغيرة يعني عمرها 17 أو 18 إشي مثل هيك، راحت لأمها وقالت لأمها إنه أنا بدي أعتمد على نفسي، خلاص بدي أستقل وبدي أعتمد على نفسي، بدي أطلع من البيت.
فأمها تفرجت فيها قالت لها مايا أنا أنت تربيتي أحسن تربية، فلما تطلع من هذا البيت أوعك تخلي حدا يغيرك، خلي التربية اللي تربيتيها دائما تكون قدامك، دائما تكون فيكي، وما تخلي حدا يغيرك، وامشي بحياتك واعملي أحسن شيء بتقدري عليه. هيك حكت لها، تخيلوا قديش بكل حب حكت لها هذا الكلام، وتركتها تطلع وتعتمد على نفسها وتعيش تجاربها. ومن خلالها نشوف هاي المرة، من خلال هاي التجارب صارت واحدة من أهم الشعراء في العصر الحديث، وكتبت كتب كتير مهمة. فكانت بكل مرحلة من المراحل إذا مرت في مرة في إشي صعب وترجع على البيت، يعني إنه مثلا تعبت ماديا، ما كان معها مصاري، مرت بظروف صعبة، ترجع للبيت لعند أمها، أول ما تشوفها أمها مش تقولها شايفة ليش طلعت من البيت، ليش استقريتي، ليش إنه طلعت لحالك، ليش ما اعتمدت على، يعني whatever، فهمي الفكرة. فإنه مجرد ما تشوفها جاي على البيت تصير، يعني كيف عندنا بالوطن العربي، بتصير تزغرت، ياي بنتي إجت، وتأخذها وتدخلها وتعملها أكل، شو حابة تأكلي، تعملها أكل وكذا، وهيك ما في أي ملاومة، ما في أي لوم، ما في أي حكي سلبي، بس خلص الباب مفتوح دائما لإلك بأي وقت بتحبي، هاي بيتك تعالي وخلص. يعني هذا الحب المطلق، ما في امتلاك للبنت، مش انه انا بمتلكك بدك تردي علي، لا، الحب المطلق موجود والام عايشة حياتها، مش انه حياتها مرتبطة فقط باطفالها، وانه ما بقدر اعمل اشي، انه خلص، انه بتعرف عندنا بالوطن العربي انه حياتنا بس بعد ما تتجوز المرة بتصير حياتها لاطفالها، وما في عندها حياة خاصة، ما في عندها مواهب خاصة فيها، ما في عندها يعني هدف بحياتها، خلص انه بتربي اولادها، وبعد ما يكبروا الاولاد بيصير في فراغ كبير، وبيصير في اكتئاب، وحتى خلال تربية الاولاد لانه بكون في فرستريشن، يعني هي نفسها مش عارفة، اي انسان او الرجل بنفس الطريقة كمان على فكرة، في مرحلة معينة خصوصا بعد الزواج وبعد ما يجوا الاطفال بيصير هو يعني المبرر للحياة، مش انه الدافع للحياة، المبرر انه انا ما عم بقدر اعمل هواياتي، ما عم بقدر اعمل الشغلات اللي بعشقها، ما عم بقدر اعمل الشغلات اللي انا اجيت على هاي الحياة حتى اقدمها للكون وحتى اقدمها لكل الناس، فما عم بعمل هاي الشغلات لانه انا مسؤول عن الاطفال ولازم اكبر الاطفال، لازم اشتغل وادير بالي عليهم وكذا 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 وكذا، فبصير هو المبرر اللي من خلال الواحد بسببه، اللي هو الواحد يعني انه يعني بسبب الواحد ما بيعمل الشغلات اللي لازم يعملها. فشوفوا القصة هاي تاعت مايا انجلو قديش حلوة، قديش عن جد حلوة، بتفرجينا يعني معنى الحب الحقيقي، يعني قصة البسة فرجتنا كيف شو الفرق بين الدافع، بين سوري الحب وبين الغريزة. القصة تاعت مايا انجلو فرجتنا كيف الفرق بين الحب الحقيقي اللي هو التوحيد، اللي هو المطلق، اللي هو خلص بكون حب لكل حدا، وبنفس الوقت شو الفرق بينه وبين الحب اللي هو بكون نابع عن المشكلة العاطفية اللي هي بيصير من خلالها أنا بدي أمتلك الشخص اللي موجود قدامي. The Art of Being بيركز كتير على هاي النقطة اللي هي امتلاكنا لأشخاص، مش حبنا لإلهم بشكل مطلق. فهذا الفرق. هلا هون هذا الجانب اللي هو حب الأم، أول نوع من الحب اللي حكى عنه إريك فروم، شو الجانب الإيجابي تاعه وشو الجانب السلبي تاعه إذا كان طبعا مش ماشي بشكل طبيعي. هلا The love of the father، الحب الأب، نفس الإشي في عنا. هلا إريك فروم زي ما حكينا قسمها لأكثر من نوع، النوع الثاني اللي هو حب الأب، نفس الشيء في عنا الجانب الإيجابي وفي عنا الجانب السلبي. هلا الجانب الإيجابي اللي هو إذا كان ماشي حب الأب بالشكل الطبيعي أو نابع من الحب المطلق، بيكون الأب هو عبارة عن مكان مطلق، يعني مكان حماية، سند زي ما بنقول باللغة العربية، سند مطلق للطفل، يعني الطفل بكون حاسس دائما انه في حدا ساند ظهره، مثل ما بنقول انه خلص في سند لإله، ما حدا رح يعتدي عليه، ما حدا رح يأذيه، لانه في شخص عم بيحميه، في مثل اعلى موجود في البيت، هذا المثل الاعلى لي دائما بيسندني، انا دائما في حمايه وما حدا رح يقرب علي. فالجانب الايجابي لما يكون الحب الاب موجود بشكل طبيعي للطفل، اللي هو بسموه برضو patriarchal love، بكون الطفل حاسس دائما انه هو مسنود، انه هو محمي، وبسبب هذا الشعور بالامان بكون عنده القدره انه يمشي بحياته بشكل طبيعي. هلا الجانب السلبي لحب الاب بيصير هو عباره، اذا كان طبعا ماشي بالشكل غير طبيعي، اذا كان الاب عم بمارس سلطاته
بسبب من خلال مشاكله العاطفية، مش من خلال الحب المطلق اللي هو بيجي بس بالنضوج العاطفي عند الأب. هلأ إذا كان عنده مشاكل عاطفية بيصير علاقة الطفل مع الأب أو الجانب السلبي إنه الأب هو عبارة عن شيء مسيطر، عبارة عن ديكتاتور، عبارة عن واحد بمارس التحكم، إنه أنا بحكي هيك وانتهى الموضوع لأن أنا الأب. إذا الطفل عصى بيضربه، يعني ما في أي نوع من ما في مش العلاقة مش علاقة ود، هي عبارة عن علاقة خوف وعبارة عن علاقة سيطرة من الأب طبعا للطفل وللأم وللبيت بشكل عام. فالرمز السماوي هذا اللي هو الرمز الأب مثل ما حكينا، إذا كان الحب مش ناضج، إذا كان نابع من الخلل العاطفي اللي موجود عند الأب، بيصير هو عبارة عن علاقة سيطرة وعبارة عن علاقة خوف، وطبعا بتصير تتوارث من جيل لجيل، و يعني الطفل ما بكون عنده شعور بالأمان ومستحيل إنه يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. من إذا يعني أي إنسان إذا ما كان حاسس بهذا الأمان اللي هو بيجي من خلال سند الأب لإله، خلاص أنا عارف إنه أنا محمي، شو ما عملت شو ما صار شو ما كان في شخص حاميني. حتى لو أخطأت هذا الشخص بيجي مثلا بينبهني للصواب وبطريقة يعني بطريقة حب، مش بطريقة إنه إذا غلطت إذا عملت شيء غلط، لأنه كل إنسان بيغلط. فمش إنه إذا غلطت رح يجي هذا الشخص يضربني ويسيطر علي ويؤذيني وكذا وهيك، ومن خلالها بكون الشخص دائما حاسس بالشعور بالذنب وبعدم الأمان وكذا 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 وكذا. يعني على حب الأب حكينا، حب الأم، حب الأب إذا كان بجانبه الإيجابي بكون سند للطفل، إذا كان بالجانب السلبي إذا كان بالجانب السلبي فبكون هو عبارة عن علاقة سيطرة، وبكون يعني زي ما حكينا هي ببطل في أمان موجود عند الطفل. هلأ في شغلة هون كتير خطيرة، كتير في ناس بيسألوا عليها، يعني هلأ انعكاس دور الأب والأم برضو نقطة كتير 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 خطيرة في النضوج العاطفي تبع الطفل. الأم لازم تمارس دورها بشكلها الطبيعي، مصدر الحنان ومصدر الحب ومصدر الحضن الدفء هاي الشغلات، والأب لازم يمارس دوره بشكل طبيعي اللي هو القوة الحماية، تعرفوا هاي الشغلات اللي هي السبورت الكذا اللي هيك المثل الأعلى في البيت. لازم الأب والأم التنين يمارسوا دورهم بشكل طبيعي. هلأ انعكاس دور الأب والأم خطير جدا من ناحية النضوج العاطفي للطفل، لأنه هو يعني انعكاس نظرة الطفل أو الطريقة الطفل بيشوف فيها العلاقة مع الذكر والعلاقة مع الأنثى. هلأ هاي واحدة من الشغلات الرئيسية جدا اللي بتسبب الإشي المشكلة اللي بسموها الشذوذ الجنسي، كتير في ناس بيسألوا عليها. لما يكون في انعكاس بين دور الأب ودور الأم، الطفل ما عم بيشوف العلاقة، يعني ما عم بيشوف علاقته مع الرجل بشكلها الطبيعي وما بيشوف علاقته مع الأنثى بشكلها الطبيعي، فورا بيصير في عنده الخلل العاطفي هذا. وهذا موضوع كتير 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 مهم برضو، في كتير ناس عم بيسألوا عليه وبيضلوا يسألوا بشكل متكرر. وطبعا الموضوع حساس جدا اجتماعيا، ولكن ظاهرة موجودة بالغرب بتعرفوا بيقبلوها على أساس إنه هي إشي طبيعي، إنه شغلة بتصير، وهاي الشغلة إنه عادي الواحد بنولد بكون هيك. هلأ إذا الواحد انولد كان في عنده، بتعرف في ناس بنولدوا بكون في عندهم العضوين التناسليين اللي هي حالة شاذة جدا، وبالتالي بكون خلل الهرمونات الموجود عندهم واضح جدا إنه هو يعني مش محدد جنسيا من هاي الناحية. فهاي حالة خاصة جدا، بس إنه في الحالات التانية اللي هي بيصير تتغير النظرة الطبيعية للأطفال من ناحية الذكورة والأنوثة، في إلها عدة عوامل مهمة جدا لازم الواحد يشوفها من خلال التربية ومن خلال الأكل كمان ومن خلال كتير شغلات تانية، وبنحكي عليها إن شاء الله بالتفصيل بعدين، لأنه كتير في ناس بيسألوا على هاي الناحية. بس هنا Love for Mother، حب الأم وحب الأم ودور وحب الأب سوري ودور الأم ودور الأب والجانب الإيجابي والجانب السلبي لكل واحدة فيهم مهم كتير نفهم، كتير نفهم إيش يعني علاقتهم بالنشأة الطبيعية والسليمة للطفل. وموضوع برضو تربية الطفل في تفاصيل كتير إن شاء الله رح ندخل فيها لقدام. هلا بعديها بيجي حب النفس، بعديها بيدخل في عنا حب الحب الجنسي،
وفي عنا الحب الأخوي، ومن خلالها في شوية تفاصيل برضو مندخل فيهم. هلا ما بعرف، يمكن لاحظت شوي أنا شوي مستعجل اليوم في الحكي، اعذروني لأنه في عندي ظرف طارئ كتير، فعشان هيك تأخرت وما رح أقدر أكمل أكثر من هيك اليوم. فإن شاء الله المرة الجاي برضو رح نكمل على حب، على موضوع علم الحب من إريك فروم، نكمل عليه بالتفصيل. وإذا خلصنا وكان معنا وقت رح ندخل في كتاب رايخ سبيكس فرويد، اللي هو لما عملوا مقابلة مع ويلهلم رايخ وحكى فيها على العلم اللي قدمه فرويد، وين كان إيش الجانب الرائع اللي قدمه فرويد، وين نقطة التحول السلبية اللي بعديها صار فيه خلاص شغل فرويد بدل ما يكون بناء صار في مشكلة كبيرة كتير، وهاي المشكلة اللي هي زي ما بيقولوا صار في عملية دس للسم في الدسم من أكاديميا، لأنه علم فرويد نفسيا هو العلم الرئيسي اللي يدرس في السايكولوجي. فبيحكي فيها رايخ بالتفصيل، إذا كان معنا وقت إن شاء الله بندخل فيها مباشرة ومنكملها. فيس هاي هي، أعذروني لازم أروح مضطر، بس يا هاي هي بالنسبة لليوم. زي ما بنحكي دائما دائما دائما، ديروا بالك طبعا، ديروا بالكم على حالكم، اعملوا يوغا يوميا حتى نكون دائما في الألفا ستيت، اعملوا مديتيشن يوميا لعشرين دقيقة، شوفوا الفيديو اللي ما شافوا اللي هي كيف نعمل مديتيشن لمدة عشرين دقيقة يوميا، ويا هاي هي، ديروا بالكم على حالكم مرة تانية، وشكرا دائما دائما للي عم بيسمع، واعذروني مرة تانية، ومنشوفكم بإذن الله المرة الجاية.